وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من واشنطن الدكتور توفيق حميد الباحث السياسي والاقتصادي. دكتور توفيق، المسألة ربما يعني بعدت عن فكرة المناكفة السياسية بين الجمهوري ماكارثي والديمقراطي بايدن، الآن نتحدث عن إما خفض النفقات بنحو 8% كما يريد الجمهوريون، أو التوسع في الإنفاق على التعليم والبرامج الاجتماعية كما وعد بايدن في خطاب حالة الاتحاد. لمن النصرة في النهاية؟ شكرا على الاستضافة وأهلا بكم جميعا. الحقيقة ده سؤال مهم جدا. الأحداث في أمريكا هنا وصلة لمرحلة نقدر نقول كريتيكال، اللي هي حرجة، لأن معدل الاستدانة الأمريكية وصل لحوالي 124% من الدخل القومي الأمريكي، يعني الدخل القومي فوق 24% كمان، ده استدانة. والديون العامة وصل رقم تاريخي 31 تريليون ونص تقريبا، 31 ألف مليار، لك أن تتخيل الحجم، المبلغ قد إيه. فهنا صاع تاريخي في غاية الخطورة، واعتقد هتكون في نهايه، ما اقدرش اقول غلبه، لان الاثنين في نفس القارب والدوله كلها في حاله خطوره شديده بسبب هذا. فانا في تصوري ان هينتهي الامر بان هو لابد وانهم هيعلوا سقف الدين، لان لو ما عملوش كده الانهيار هيشمل الجميع. هو نفس السياسي اللي بياخد القرار هو نفسه مش هيقدر ياخد مرتبه في الشهر اللي بعده، فلابد ان هو في نهايه الامر هيعلى. لكن دكتور توفيق، آخر ما ورد من أنباء الآن أن البيت الأبيض أو أن ماكارثي يقول أن البيت الأبيض تراجع في محادثات سقف الديون، معنى ذلك أن 45 دقيقة التي تجمدت فيها المباحثات اليوم ربما نعود إليها مرة أخرى، وفي ذلك يعني مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى نصيحة البعض لبايدن بأن يستخدم سلطاته في تمرير هذه الميزانية حسب التعديل 14 من الإعلان الدستوري؟ هو ده طبعا أحد الاحتمالات النهائية أنه يستخدم قوته كرئيس، ولكن دي مش هتستمر لمدة طويلة، لأن نسبة كبيرة من الديمقراط نفسهم رافضين داخل الحزب الديمقراطي عملية رفع سقف الديون، لأنها أصبحت بخطورة شديدة على الاقتصاد الأمريكي ككل. فأنا في تصوري إن هم هيضطروا يعملوها على مرحلتين، ده تصوري الشخصي وتحليلي. المرحلة الأولى إن يتم رفع السقف جزئياً بس عشان على الأقل الحاجات الرئيسية اللي تمنع إن الدولة يعلن إفلاسها، ويدوا المهيات للموظفين، الحاجات الرئيسية، ويكملوا المناقشة في مرحلة لاحقة لزيادة السقف أكثر من ذلك. فإذا كان الديمقراطيين يريدون زيادة السقف بمقدار ما، فقد تكون الزيادة هي ربع هذا المقدار فقط حتى يعني ينقذ الأمر الحرج اللي لازم يتم قبل يونيو القادم. فأعتقد دي هتتم على مرحلتين، مرحلة أولى زيادة ضئيلة ويعقبها تكملة للمناقشات على أمل إن هم يعلوه أكتر أو يحصل مشكلة ويرفضوا تماما يعني. لكن دكتور توفيق، داخل مجلس النواب هناك انقسام يبدو أنه حاد، يعني مجموعة كتلة الحرية المكونة من 50 عضو في مجلس النواب من الجمهوريين الأكثر تشددا يطالبون الآن بوقف المفاوضات يوم الخميس المقبل، مع إصرار على رفض أي رفع لسقف الدين. في المقابل هناك كتلة تقدمية ديمقراطية أيضا متشددة في الجانب الآخر، تقول أنها لن توافق على أي خفض في الموازنة. فبالتالي المفاوضات خارج مجلس النواب تأخذ مسارا صعبا، وداخل مجلس النواب أيضا يبدو أنها ستأخذ نفس المسار الصعب. شكرا، دي نقطة هامة جدا. وده مجلس الشيوخ اللي هم الخمسين دول، مجلس الشيوخ ومجلس النواب مشابه الوضع، ولكن نقدر نقول حاجة مهمة جدا هنا في غاية الأهمية، إن كل واحد بيلعب ما أسميه أنا حرب أعصاب، حرب سياسية. هو يعلم إن الطرف الآخر مضطر اضطرارا إنه لازم يعلي في النهاية، فهم يعلموا ان هو هيعلى، بس يعلم بمقدار كام. فهو ده محور الصراع اللي هو يمكن ما بيقولهوش علنيا، لان ظاهريا احنا دلوقتي بنقول هيعلى ولا ما يعلاش، لكن هم كل واحد ضامن ان الطرف الاخر مضطر في النهايه يوافق على التعليه. يعني هم الديمقراط واثقين ان اللي هم الديمقراطيين واثقين ان حزب الجمهوري في النهايه مش هيسيب الدوله تغرق،
فهيضطروا، فهو بيلعبوا على الحته دي ان الاخرين مضطرين ان هو هيقبلوا في النهايه، والتانيين بيصروا عشان يضغطوا على الديمقراط يعملوا اكبر درجه تنازلات. نعم. فاعتقادي ان هي حرب سياسيه دلوقتي وحرب اعصاب حتى تصل للمرحله الحرجه اللي هو هيتم غالبا، وتذكر هذه الكلمات، هيتم الزياده في اخر لحظات كالعاده، ولكن هتكون بدرجه اقل بكثير مما يريد الديمقراطيون. ورغم ان نحو 60% من الامريكيين يؤيدون خفض الانفاق حسب ما قالت استطلاعات الراي. نعم. ننتظر النتيجه في النهايه. دكتور توفيق حميد الباحث السياسي والاقتصادي ضيفنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.